السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي مقرر 302. عنوان الدرس حديث في الحداثة لقمر الكيلاني. بداية سنتعرف سويا أهداف الدرس: أن تتعرف عزيزي الطالب التعليق الصحفي، أن تحدد الفكرة الرئيسية للنص، أن تحلل مفهوم الحداثة عند الكاتبة، وذلك بإبراز الفرق بين وجهة نظرها ووجهة نظر من يجري التعليق على آرائهم، أن تحدد الأطروحة المدحوظة والأطروحة المدعومة ومؤشرات كل من النمطين الحجاجي والتفسيري ووظيفة كل منهما في بناء نص التعليق. قبل الشروع في الدرس عليك عزيزي الطالب أن تقرأ نص حديث في الحداثة الوارد بالصفحة 28 من كتاب الطالب، ثم قدمه وعرف بالكاتبة تعريفا موجزا. تقديم النص: هو نص نثري للكاتبة قمر الكيلاني، يندرج ضمن محور التعليق الصحفي المنتمي للوحدة الثانية. وأما التعريف بالكاتبة فهي قمر الكيلاني كاتبة سورية ولدت بدمشق عام 1932، أتمت دراستها الجامعية عام 1994، اشتغلت بتدريس مادتي اللغة العربية والأدب العربي، كتبت مقالات متنوعة نشرتها في صحف عديدة، تعمل حاليا رئيسة تحرير مجلة الآداب الأجنبية. سوف نبدأ الآن في الهدف الأول، وهو أن يتعرف الطالب التعليق الصحفي، وسنحقق هذا الهدف من خلال السؤال الآتي: ما التعليق الصحفي بحسب رأيك؟ بالنظر في العلاقة بين كلمتي التعليق والصحفي نلاحظ أن العلاقة التركيبية نعتية بين منعوت وهو التعليق ونعت وهو الصحفي، أما معنويا فهو مادة إخبارية ترد في شكل مقالة صغيرة مختصرة وتقوم على الشرح والتحليل، يتناول فيها الكاتب حدثا معينا يبدي فيه رأيه. ويمكن اختصار مفهوم التعليق الصحفي كالآتي: هو رأي يدلي به كاتب حول قضية مطروحة أو حدث جلب انتباهه فأبدى فيه وجهة نظره، وغالبا ما يكون الخبر منشورا في صحيفة. ننتقل الآن إلى الهدف الثاني، وهو أن يحدد الطالب الفكرة الرئيسية للنص. والفكرة الرئيسية للنص الحداثة وجوهرها وكيفية المحافظة عليها. وأما الهدف الثالث أن يحلل النص تحليلا أدبيا بالنظر في مقاطعه الثلاثة، وسنناقش هذا الهدف من خلال الأسئلة الآتية: إلى كم مقطع ينقسم النص بحسب الموضوع الذي تعرفت إليه؟ وما حدود كل مقطع؟ وأسند عنوانا مناسبا لكل مقطع. والآن سنناقش أجوبة الأسئلة التي طرحناها سابقا. ينقسم النص إلى ثلاثة مقاطع: المقطع الأول من بداية النص إلى وأفكارهم، عنوانه الحداثة والكتاب المستلبون. المقطع الثاني من والحداثة، ما الحداثة، إلى وكأنها اللآلئ في الأصداف، عنوانه الحداثة واختلال معناها. وأما المقطع الثالث من وإذا كانت الحداثة، إلى نهاية النص، وعنوانه العصر وحراس الحداثة. سوف نقوم الآن بتحليل المقاطع الثلاث تحليلا أدبيا. المقطع الأول وسنقوم بتحليله عن طريق السؤالين الآتيين: الأول، ما سبب طرح الكاتبة لهذا الموضوع؟ يعود سبب طرح الكاتبة لهذا السؤال ما الحداثة إلى الأثر الذي تركه هذا الموضوع في نفسها، فجعلها تنتقل إلى عالم ضائع بات معناه مشوشا في ذهنها بالرغم من انتمائها إلى الميدان الأدبي، أي من المفروض
ألا تحتار في الإجابة عن سؤال ما الحداثة؟ وأما السؤال الثاني فهو: لما أصبح صوت الكتاب والأدباء غير مسموع ودورهم مغيبا؟ كثرت الأحداث وتتالت وتسارعت فأثرت في الكتاب وجعلتهم يتغيبون وصوتهم لا يسمع، فلم يعد بينهم وبين الجمهور تفاعل يذكر، لأنهم بحسب رأيها مستلبون ومقهورون، يدورون في فلك الأحداث فيهربون إلى الماضي ويحبسون فيه فكريا ولا يواكبون غمار الحداثة. وأما المقطع الثاني فسوف نناقشه من خلال الأسئلة الآتية: ما موقف الكاتبة من الحداثة المقترحة؟ ترفض الكاتبة هذا المفهوم، وحجتها في ذلك أنها منبثقة من أناس يدعون الديمقراطية والحرية وهم منها براء. والسؤال الثاني: هل الحداثة المبشر بها معنى في نظر الكاتبة؟ ليس لهذه الحداثة معنى، لأنها تتستر بغطاء التقدم والتطور لتلحق العالم العربي بمفاهيم غربية لا تنم عن الذات العربية. السؤال الثالث: من هم رواد الحداثة العربية بحسب الكاتبة؟ رواد الحداثة العربية بحسب الكاتبة هم نوابغ من الأدباء العرب الذين أسهموا إسهاما فاعلا في إرساء المعنى الحقيقي للحداثة مشرقا ومغربا، وهي الحداثة التي تختلف تماما عن مفهوم الحداثة التي يريد إرساءها الآخرون من أهل الغرب. السؤال الأخير: ما هي الحداثة التي يريد الآخرون إرساءها بحسب الكاتبة؟ الحداثة التي يريدها الآخرون وهم الغربيون هي التي ترتبط بأهدافهم هم، وهي أهداف ترمي إلى ضرب مقومات الذات العربية وتفسيرهم للمفاهيم الناشئة المتعلقة بالحداثة تتلاءم مع أغراضهم ومصالحهم، ولا صلة لها بالواقع العربي خصوصا والواقع الإنساني عموما. فالحداثة في مفهوم الغرب بحسب الكاتبة مرتبطة بالحملات الاستعمارية، فهي تضرب كل شيء لتثبت ما يمكن أن يحقق أهدافها. ننتقل الآن إلى المقطع الثالث: كيف يجب أن تكون الحداثة في العالم العربي بحسب الكاتبة؟ ترى الكاتبة أن تكون الحداثة في العالم العربي منبثقة من الذات ومواكبة لتقدم العالم وانفتاحه، حتى تثبت ذاتها وتؤدي دورها المهم في التاريخ. في نهاية هذا المقطع نطرح السؤال الآتي: مما تحذر الكاتبة وبما توصي؟ في نهاية المقطع الثالث تحذر الكاتبة العالم العربي من الحداثة الجديدة التي يروج لها الآخرون، وتوصي بأن يتنبهوا جيدا إلى الأخطار المحدقة وألا ينجروا وراء ما يمكن أن يندموا عليه فيضيعوا تراثهم وشخصيتهم القومية. انبنى النص على أطروحتين، إحداهما مدحوظة والأخرى مدعومة، فالحداثة من منظور الكاتبة لها جانبان: الأول طرحته الكاتبة في أطروحة مرفوضة، وتتمثل في الحداثة التي يفرضها الغرب على العالم العربي، وأما الثاني فقد اقترحته الكاتبة في الأطروحة المدعومة، وتشترط أن تكون الحداثة منبثقة من العالم العربي نفسه، وعلى الأدباء والمفكرين والكتاب أن يقترحوا حداثة تتماشى وقيم الوطن العربي
ومبادئه وخصائصه القومية والدينية. ينتمي النص إلى النمطين الحجاجي والتفسيري، ولذلك سوف نحدد مؤشرات ووظيفة كل منهما في بناء النص. اتبعت الكاتبة استراتيجية تنبني على نمط حجاجي مغتني بالتفسير الداعم للسيرورة الحجاجية المرتكزة على حجج وشواهد استقتها من الواقع المعيش. أفادت الكاتبة من المؤشرات الحجاجية ومن النمط التفسيري كما اعتمدت أسلوبا يختص بالجدل والفلسفة، وبذلك ثبتت أركان الحجاج انطلاقا من الفكرة إلى تأكيدها إلى برهنتها. والآن لدينا تقويمان شاملان. الأول، ما مدى مساهمة الكتاب العرب في بناء الحداثة بحسب الكاتبة؟ النص تعليق صحفي يتناول مفهوم الحداثة، وقد عرضت فيه الكاتبة للواقع العربي الصعب، إذ رأت أن الكتاب العرب لا يستطيعون أن يكونوا فاعلين فيها لأنهم منشغلون بالأحداث المتسارعة. وأما الثاني فهو، ما الحداثة التي حذرت منها الكاتبة؟ تساءلت الكاتبة عن طبيعة الحداثة في عالم يغلب عليه التدمير والقتل وهيمنة المفاهيم الغربية المسلطة على العالم العربي، وقد حذرت من هذا النوع من الحداثة. وفي ختام درسنا لهذا اليوم نطرح السؤال الآتي، ما هي توصياتها؟ أوصت الكاتبة بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والعولمة وثورة الاتصالات، لكن مع الحرص على الحفاظ على الهوية والتراث والذات القومية والدينية واللغوية. شكرا لحسن استماعكم، إلى اللقاء في درس قادم.